صلى الله في الشيخ. المتمتع إذا نسي التقصير من شعره ثم دخل في الحج، تذكر بعدما دخل في الحج؟ نعم، هذه مسألة عظيمة. بعض العلماء يقول لا حج له، لأنه أحرم بالحج في غير موضعه، إذ أنه لو كان يريد أن يكون قارنا لأحرم بالحج قبل الطواف، فهو الآن لا قارن ولا متمتع. والذي نرى أنه متمتع وأنه يلزمه فدية لترك الحلق، لترك التقصير، ولعدم عمرة المتمتع لا فيها حلق، فيلزمه فدية لترك التقصير، وحجه صحيح إن شاء الله.